حصة كمان مسجلة مثل البقوة، بليز خلونا ميوت كلنا لحتى ما يخرب التسجيل تبعكم. نحن اليوم رح نبدأ بجداول إحصائية ورسومات ذات متغير واحد. نحن شو أخذنا السيشن اللي قبل؟ أخذنا نحن بدنا نشتغل إحصاء. برجع بقول نحن مش عم ندرس إحصاء، إنما نحن عم ناخد الإحصاء بدنا نستعمله كأدوات. نحن بدنا الإحصاء هو يساعدنا لحتى نعمل تحليل لبيانات عنا إياها. نحن ما عم ندرس هون علم الإحصاء، إنما الإحصاء بدنا نطبق الإحصاء لحتى نشوف نحن كيف فينا نستعمله مع أبحاثنا ودراسات اللي عنا إياها. أنتوا هون علم نفس، يعني في عندكم بكرة بك تعملوا أبحاث ودراسات تتعلق بعلم النفس. مثلا أنا بدي أشوف العنف مثلا عند الأطفال داخل المدارس، هيدا موضوع لعلم نفس. أوكي، بدي أشوف ولا العنف عند الأطفال، فتت على مدرسة ابتدائية أخذت عينة من المدارس، ولا أخذت مدرستين ثلاثة تنقول بي ضمن منطقة معينة. بدي أشوف العنف، لحتى أشوف العنف مثل ما قلنا في عندي أنا شقين، في عندي طريقتين بقدر أعمل فيها البحث، يا إما نظريا وبقعد بحكي نظريا عن العنف عند الأطفال وشو أسبابه وشو ممكن يصير عندي وكيف هيدا العنف ممكن يأثر على هود الأطفال على كبر إلى ما هنالك. أوكي، وفيني أنا طيب أنا الواقع تبعي شو؟ الواقع ما فيني أدرسه نظريا، الواقع بدي أدرسه عمليا. يعني أنا بدي أنزل على الأرض، بدي أعمل استمارة، بدي جمع داتا. أوكي، شفنا نحن كل هودي الطرق كيف بجمع الداتا لأي موضوع بدي. لما نزلت أنا على الأرض شايفين كلنا الشاشة قدامي صح؟ شايفين الوايت بورد؟ دكتورة. أوكي، هيدا الوايت بورد، هيدا هو كل شيء تقريبا نحن حنصير نحل كأنه قاعدين بالصف. مثل ما بكتب على اللوح بدي أكتب هون قدامي. اوكي، وانتو بتدونوا هود الملاحظات اللي عم بكتبون، يعني اكيد بليز مش قاعدين عم نحضر سينما، كل واحد قدامه ورقه وقلم وعمالين نشتغل سوا. يعني بكره هلا بس نبلش حل، بدنا نحل سوا، بدنا نشتغل سوا لحتى نقدر نفهم الماده. انا لما نزلت على الارض عملت استماره، يمكن عن طريق الملاحظه جمعت الداتا، يمكن عملت استماره وسالت الطلاب اذا الاولاد مثلا قدراني اخذ وقت. يا الله هلا تستاهل. سوري بس دقيقه. سوري بعدكم معي؟ ايه دكتور تفضل. اذا انا جمعت استماره مثل ما قلنا، حطيت استماره يعني انا حطيت اسئله. بدي مثلا اول متغير بدي اعرف العمر، ثاني متغير مثلا بدي اعرف باي صف، الصف تبع هيدا الطالب، بدي اعرف مثلا هو الجندر، هل هو ذكر هل هو انثى، الى ما هنالك من اسئله ممكن اطرحها. اوكي، بيجي انا مثلا اول ولد سالته تنقول عم بسال كبار لانه عم باخذ وبعطي معه. اوكي، اول ولد سالته قال لي عمره 8 سنين. باي صف؟ مثلا بصف الثاني. الجندر هو ميل. ثاني ولد سالته 9 سنين. باي صف؟ بصف الرابع. هيدي فيميل. ثالث ولد سألته عمره كمان 9 سنين، كمان بصف الرابع وهيدا ميل. رابع ولد سألته عمره 8 سنين بصف الثالث، ميل. هيدا الأول، ثاني، ثالث، رابع، الخامس عمره 10 سنين بصف الخامس، فيميل. إلى ما هنالك. سألت 100 ولد أنا. أوكي؟ سألت 100 ولد، يعني صار عندي داتا ل 100 شخص.
لميت ولد، هيدي استمارة. فإذا عبيتها، وأكيد مش بس هودي الأسئلة، يمكن سألت سؤال تاني اللي هن هيدي هي مجموعة البيانات اللي صارت عندي، هيدي جمعتها مثل ما حكيت أنا بالمراحل البحث الإحصائي بالحصتين اللي قبل. أوكي، كل هودي لطلع معي أنا هيدي البيانات. هيدي البيانات شو هي؟ هي مجموعة متغيرات. هيدا أول متغير، هيدا أول متغير، هيدا تاني متغير، هيدا ثالث متغير، رابع متغير، خامس متغير. كل سؤال من الأسئلة اللي طرحتها هو متغير، بسميه متغير، بسميه فاريابل أو فاريابل. أوكي، فاريابل. أوكي، هيدي فإذا المتغيرات. كيف برمز للمتغيرات؟ عادة يرمز إلى بأحد الحروف الهجائية الأجنبية الصغيرة، مش السمول لتر، مش الكابيتال لتر. X, Y, Z, T, U إلى هنالك. إذا كانوا كتار، إذا كانوا عددهم قليل، مثلا 4-5 متغيرات برمز لهم هيك. إذا كان عندي شي 20-30 متغير، ممكن ارمز لهم X1, X2, X3, X4، وممكن ببساطة اكس اكتب التسمية، ولكن تسمية صغيرة تكون. يعني إذا أنا عندي مثلا سادس متغير، مثلا ما رأيك بكذا، ما بكتب، ما بيكون عندي اسم المتغير ما رأيك بكذا. أوكي، يمكن مثلا ارمز له هون تنقول برأي. أوكي، رأي واحد، رأي اثنين، رأي ثلاثة إذا بالعربي، وأكيد نفس الشيء إذا بالأجنبي، إذا ممكن بهودة التسميات. فإذا هيدي هي المتغيرات. فإذا متغيرات هي بتكون الأسئلة اللي أنا طرحتها بداخل الاستمارة. واضح؟ ماشي الحال؟ أوكي. أوكي، فإذا شو هني هودي المتغيرات وشو أنواع المتغيرات اللي بيكون عندي؟ بيكون عندي عادة نوعين كبار من المتغيرات. هيدي المتغيرات يا إما بتكون كمي. شو يعني كمي؟ يعني بدها تكون quantitative يعني كمي، يعني عندي أرقام. يعني هيدا المتغير هو أرقام 8, 9, 10, 11, 12. أوكي؟ إذا بأخذ الطول مثلاً، ولا 50 سنتيمتر، 60 سنتيمتر، 70 سنتيمتر، أيضاً أرقام. فإذاً هيدا متغير كمي. أوكي؟ هلأ في عندي طريقتين أنا كمان، نوعين من المتغيرات الكمية. الكمي يا إما ممكن يكون متقطع، يعني 1, 2, 3, 4, 5 أخذت الأعمار 8, 10, 12, 13, 14. هيدي بيانات متقطعة. طيب إذا بيجي أنا مثلا والله بالأعمار ما بدي مثلا عمره 8 سنين، أنا بهمني مثلا إذا عمره 8 سنين أو عمره 8 سنين وشهر أو عمره 8 سنين وشهرين أو عمره 8 سنين وثلاث أشهر. فأنا هوني بهالحالة كيف بتكون؟ تكون 8 مثلا فاصل 0، 8.1، 8.2، 8.3. يعني أنا بين 8 والتسعة، إذا أخذت رقم واحد بعد الفاصل صار عندي 10 أرقام، إذا أخذت رقمين بعد الفاصل صار عندي 100 رقم. هيدي بهيدي الحالة البيانات بتكون متصلة. أوكي، فإذا هودي 2 بيانات كمية، هيدي متقطعة وهيدي متصلة. واضحين؟ أنا ممكن ذات المتغير إذا عم باخد مثلا أعمار، أوكي؟ إذا عم باخد أعمار فيني حطهم للأعمار بهيدا الشكل، فيني حط الأعمار بهيدا الشكل، هيدا المتغير الأعمار. فيني أقول من 8, 9, 10, 11, 12 حطيتهم بهيدا الشكل وكانت متقطعة، وبيجي أنا بقول والله هون في عندي 4، هون في عندي 5، هون في عندي 6، هيدا الأف التكراراتهم. أوكي، وفيني
ايضا الاعمار حطهم بهيدي الطريقه ولا من الثمانية للعشرة؟ من العشرة للاثناش، من الاثناش للاربعتاش. هيدي بيانات متقطعة وهيدي بيانات متصلة. اوكي؟ يعني انا هون من الثمانية للعشرة، يعني عندي 8، عندي 8.1، فاصل 2، فاصل 3، فاصل 4، عندي 9. عندي هون آلاف الأرقام من 8 للعشرة. بينما هون عندي 8 فقط، خلصت. هون 9، هون 10. أمتين بستخدم هاي وأمتين بستخدم هاي؟ بترجع للموضوع تبعي. كيف يعني؟ يعني إذا أنا مثلاً عم بعمل لطلاب الجامعة أو لطلاب المدرسة، عادةً بنعرف نحن إنه مع العمر بتصير عندي الفئات جداً متقاربة. يعني أنا مثلاً إذا بدي أعمل لطلاب الفصل الأول بعلم النفس، إذا واحد بيقول لي مثلاً بدي أشوف إنه الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو شو ما يكون، أو الوضع النفسي، إيه؟ بين واحد مثلاً يقول لي أنا عمري 20 سنة وحدا يقول لي عمري 20 سنة وشهر، شو بتفرق عند النتيجة؟ ما بتفرق. بينما إذا أنا مثلا تخيلوا عندي بمدرسة بدار حضانة، بدار حضانة إذا عمالي أدرس الوضع الأولاد، أصلا إذا بتطلع بابن سنة وبابن سنة وشهر، في عندي فروقات شاسعة. يمكن تكون، يمكن ابن سنة بعده ما بيمشي، ابن سنة وشهر صار بيمشي. أوكي؟ شو يعني بيمشي وما بيمشي؟ يعني هيدا قدران مثلاً يوصل على الهدف اللي بده إياه، قدران يجيب أغراضه، قدران يروح وياه، يمكن يفوت على الحمام، قدران كذا. بينما ابن سنة بعده ما بيمشي، بعده بحاجة مساعدة. أكيد اتنيناتهم أولاد طبعاً، أوكي؟ ولكن هيدي القدرات البسيطة بتفرق عندي بولاد الصغار بالعمر. عندي أنا الشهر بيفرق، أوكي؟ إذا بدي شوف مثلاً ولاد حديثي الولادة، أول ما بفوت أنا على الحديثي الولاد اللي بيخلقوا بالمستشفى، أنا هون إذا بدي شوف الوضع الصحي تبع الولاد، مش بالشهر وبالهيدا بالنهار بينقاسوا، بينقاسوا بالساعة. يعني هيدا عمره 4 ساعات، هيدا عمره 5 ساعات، هيدا عمره 6 ساعات. هالقد بتكون عندي التفاصيل جدا دقيقة، أوكي؟ بينما إذا بدي أوصل أنا لطلاب الجامعة، هل بتفرق عندي بالساعات؟ إنه والله هيدا عمره 20 سنة ويوم، 20 سنة ويومين، 20 سنة وثلاث أيام. شوف، تفرق عندي أنا إذا بدي فوت بالساعات؟ لا ما بينهم هون. فإذا لهيدا السبب هون أحياناً هو الموضوع أنا بالمتصلة بصير في عندي أنا ممكن فوت بمارج أكبر بكتير. بينما كل ما كانوا ولاد صغار، لا، بهمني شوف أخذ مارجات أصغر وممكن متقطعة. واضح؟ هيدا مثل، هيدا مثل مثلاً أخذت الأعمار هون بقدر هو ذاته المتغير، أنا عمالي شوفه بشكل متقطع وبشكل متصل. في أحياناً عندي أمثلة أنا ما بقدر شوفها بالشكلين. مثلاً إذا والله بيجي بقول عمالي شوف الوضع مثلاً داخل أسر، مثلاً كم في عندي ولد بالأسرة، الأولاد داخل الأسرة، هيدا متغير. ولكن هيدا المتغير شو ممكن يكون؟ ممكن يكون ولد، ممكن يكون ولدين، ممكن يكونوا 3 4. هل ممكن يكونوا ولد ونص؟ لا، أكيد لا. لا، أوكي؟ فإذا هوني هيدا متغير دائما بيكون متقطع. متقطع، واضح؟ يعني حتى إذا بدي حطه على شكل فئات، حتى إذا بدي حطه من عمر من ولد مثلا لأربع أولاد، هوني بعرف إنه يا بدي يكونوا ولد يا 2 يا 3 يا 4. مش معقول يكونوا 2.5 و 3.5 و 4.5. واضح؟ دكتورة، هيدا فإذا المتغير الكمي. نعم، يعني قصدك تقولي بس الأعمار تقريبا هي المتصلة؟ لا، مش بس، إيه، في عندي كتير غيرهم.
لا حتى هون أنا إذا حطيتهم بهيدا الشكل واحد أربعة للأولاد، أوكي هوني أنا حطيتهم على شكل متصل، بس بدنا ننتبه إنه منه واحد فاصلة أربعة، واحد فاصلة خمسة، واحد فاصلة ستة، أربعة ثمانية، ثمانية عشرة، أوكي حطيتهم بهيدي الطريقة، ولكن بالتحليل تبعي هيدي كلها متصل ومتقطع. صحيح هوني بالشكل صرنا نعرفهم كيف، بس الأهم إنه هو بالتحليل تبعي، بالتحليل تبعي أنا مفروض أعرف إنه هيدا متغير متقطع وهيدا متغير متصل. يعني أنا إذا بيطلع عندي مثلا معدل الأولاد داخل الأسرة هو 2.5، بيعني هل بيعني إنه ولدين ونص داخل الأسرة؟ ما فيني أقول إنه بيعني ولدين ونص، ما في شيء اسمه نص ولد، بيعني إنه عدد الأطفال أولاد داخل الأسرة هني بين ولدين وثلاث أولاد. عرفنا شو الفرق؟ ايه عرفنا شو الفرق؟ بينما معدل الأعمار فيني أقول والله 20.5، يعني 20.5، يعني 20 سنة و6 شهور. عرفنا الفرق؟ يس. الفرق هو شيء منطقي، شيء بديهي، وكلكم بتعرفوه حسب المتغير 100%. نحن بس هون عم نحط النقط على الحروف لا أكتر ولا أقل، هودي كل اللي عم بحكيه أنتوا بتعرفون، ولكن نحن فقط عم نصوب الأمور. واضح؟ هيدا واضح. فإذا بالنسبة للمتغير الكمي، النوع الثاني من المتغيرات عندي المتغير النوعي. شو يعني متغير نوعي؟ برجع للأمثلة الداتابيس اللي طلعت أنا بالأول، هون أيضاً في عندي متغيرات نوعية. شو هي المتغيرات النوعية؟ هيدا متغير نوعي وهيدا متغير نوعي. كل شيء منه كمي يعني صار متغير نوعي، أوكي؟ فإذاً هيدا متغير نوعي وهيدا أيضاً متغير نوعي. إذا بيجي بقول مالله مثلاً أنا بأي صف، بأي سنة أنتو؟ سنة أولى، سنة تانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، هيدا متغير نوعي. ميل في ميل، هيدا متغير نوعي. ولكن أيضا بالمتغيرات النوعية في عندي نوعين. شو الفرق بيناتهم؟ إذا تطلعتوا لي بهول اثنين، هود اثنين كل واحد منهم من نوع مختلف، شو الفرق بيناتهم؟ الاختيارات؟ لا. المتغيرات النوعية النوعين هني في عندي متغير عشوائي ومتغير تراتبي. شو يعني عشوائي؟ يعني إذا بيجي بقول أنا ميل في ميل، هل فيني أعمل تصنيف للميل في ميل؟ هل فيني أقول بالدرجة الأولى ميل، بالدرجة الثانية في ميل؟ لا لا. إذا بيجي بسألكم شو اللون المفضل عندكم، بتقولوا لي أحمر، أصفر، أخضر، أزرق. هل فيني أعمل تصنيف تراتبي لهود الألوان؟ فيني أقول رقم واحد أحمر، رقم اثنين أكيد بالأعداد إيه، بس إنه كمتغير هل فيني أعمل له تصنيف ترتيب؟ إنه الأفضل أحمر، تاني درجة هي الأصفر، تالت درجة هي أخضر؟ لا كمان. بينما إذا بيجي بقول بأي صف أنتوا، بأي سنة؟ والله سنة أولى، سنة تانية، سنة تالتة، M1، M2، هل فيني أعمل تراتبية؟ فيني أقول والله رقم واحد هي سنة أولى، رقم اثنين هي سنة تانية، رقم ثلاثة هي سنة تالتة، رقم أربعة هي M1، رقم خمسة هي M2. في عندي تراتبية، تراتبية بحسب المستوى التعليمي، صح؟ صح. فيني أعمل كمان تراتبية المستوى التعليمي إذا عم شوف على صعيد مجتمع، ولا بقول ولا أمي ابتدائي، متوسط، ثانوي، لأي درجة واصلين. فإذا في عندي تراتبية بالوظائف، عندي تراتبية، ولا عندي أجير، عندي موظف، عندي رئيس قسم، عندي رئيس دائرة، عندي رئيس مصلحة، عندي أيضا تراتبية. أوكي؟ وضح الفرق؟ فإذا هود اثنين بيانات نوعية، ولكن الفرق بيناتهم هيدي بيانات تراتبية
بينما هيدي بيانات عشوائية، نوعي عشوائي. ما إذا باخد مثلا فئة الدم، فئة الدم شو هي؟ عندي O، عندي A، عشوائي، عندي AB، مزبوط. فيني أقول والله هيدا بالدرجة، هيدا الأهم، هيدا الثاني، هيدا الثالث، هيدا الرابع؟ أكيد لا. واضح؟ واضح دكتور، واضح. فإذن هودي مثل ما قلنا النوعين الأساسيين، كمي ونوعي، هودي بالنسبة للمتغيرات. في عندي نوعين من المتغيرات أيضاً لهم أهميتهم، مثل شو؟ إذا بيجي أنا مثلاً والله بدي شوف هيدا متغير، هيدا المتغير رقم 4 هو تاريخ الولادة، هيدا خلقان مثلاً بال2000، أكيد هيدا مفروض يتناسب مع العمر. يعني أنا عمالي أخد إكزامبل، هيدا 2000، هيدا 2001، هيدا 2000، هيدا 2007، هيدا 2003، هيدا تواريخ. هل فيني أقول هودي بيانات كمية؟ هني شو أرقام؟ مثل 8، 9، 10، هل هي بيانات كمية؟ لا، ما فينا نقول عن بيانات كمية. لا دكتور، هودي أنه أي سنة يعني نوعية، مش كونتيتاتي. 100%، 100%. في عندي مثلا كمان أي شهر خلقان، والله بشهر 1 بجنوري، هيدا خلقان بشهر 10، هيدا خلقان بشهر 8، هيدا خلقان بشهر 12، وباليوم تاريخ السنة. فإذا هيدي التصنيفات هي صحيح أرقام، ولكن منا بيانات نوعية، منا بيانات كمية، وإنما نوعية. فيني دخلها ضمن شيء اسمه تصنيف زمني. أوكي؟ ليه؟ لأن إلى خصوصيتها. شو بيدخل فيها؟ بيدخل فيها السنة، الشهر، اليوم، الفصل، إلى ما هنالك. أوكي؟ ممكن تكون نوعية تراتبية، أقرب للنوعي التراتبي. هيدي ممكن تكون نوعي تراتبي، ولكن منا بيانات كمية. أوكي؟ في عندي تصنيف آخر أيضاً في إله أهميته، اللي هو التصنيف الجغرافي. يعني لما بحكي عن مناطق، بحكي عن ضياع، بحكي عن حارات، بحكي عن القارات، بحكي عن البلدان، بحكي عن العواصم، كل هيدي أيضاً هي متغيرات، هيدي أيضاً بتفوت ضمن تصنيف نوعي عشوائي، ولكن أيضا في إلى خصوصيتها الخاصة. لما بقول بلدان، بقول أحياء، بقول عواصم، بقول قارات. أوكي؟ كل هيدي فإذا أمثلة للتصنيف الجغرافي إلى خصوصيتها بدراسات وبأماكن معينة. إذا أنا الموضوع تبعي والله بهمني إنه شوف ضمن مثلا بدي شوف والله بدي أعمل مقارنة، وأصلا هيدي بتصير عالميا، بيعملوها الأمم المتحدة، إنه والله بيشوفوا مين البلدان الأكثر سعادة بالعالم. يعني لما بتطلع الدنمارك مثلا أو فنلندا، هي عندي أكثر سعادة بالعالم، هن الشعوب السعيدة، وين هي الشعوب التعيسة، مين هي، وين عندي أقل نسب انتحار، وين عندي أكثر نسب انتحار. أوكي؟ هيدي كلها تصنيفات، هيدي بتفوت ضمن التصنيف الجغرافي. فيني اعتبرها كأنها تصنيف نوعي عشوائي، أكيد مش غلط، ولكن هي محطوطة لحالة كون إلى خصوصيتها، لا أكثر ولا أقل. بس بيرجعوا التصنيفات الأساسية هي النوعي والكم. فإذا هيدي أكيد المقدمات أنتوا بتقروهن هوني عن شو عندي، شو هني المتغيرات اللي عندي، وكيف بعمل للمتغيرات. اللي حنشتغله نحن ضمن هيدا الشابتر، في عندي أنواع البيانات الإحصائية، هي اللي عمالي نحكي فيها هلأ، التوزيع التكراري، إظهار المعطيات على شكل رسومات بيانية.
البيانات الإحصائية، فإذا مثل ما قلنا هي رموز بنرمز لها بالحروف الهجائية أو X1 X2 X3 اللي حكينا فيهم. التصنيفات في عنا 4 تصنيفات رئيسية، التصنيف الكمي هون عم شرحناه موجود عندكم ولكن طبعا بدون أمثلة بس كنقاط رئيسية. التصنيف الكمي quantitative variable أو variable quantitative، هودي التسميات كلها بتلاقوهم باللغتين. عندنا نوعين من التصنيف الكمي، المعطيات المتقطعة بسميها discrete variable أو variable discrete، معطيات مستمرة أو متصلة اللي هي continuous variable أو variable continue بتجي على شكل فئات. النوع الثاني اللي هو التصنيف النوعي qualitative variable أو variable qualitative، وأيضا في عندي نوعين اللي هو العشوائي nominal أوكي أو تصنيف تراتبي اللي هي ordinal par ordre، يعني عندي order للبيانات اللي عندي إياها. qualitative variable qualitative هودي كلهم بيانات نوعية ولكن هيدي نومينال هيدي أوردينال أوكي. والنوعين التانيين اللي كمان اللي قلت لكم عنهم هني التصنيف الزمني والتصنيف الجغرافي، هودي مثل ما قلت لكم بيدخلوا ضمن التصنيف النوعي أوكي. هيدا نوعي تراتبي وهيدا نوعي عشوائي، ولكن بناءً لا خصوصيتهم لا أكثر ولا أقل، يعني دائماً بتضل الشهر والسنة والفصل في إلهم خصوصية معينة، وأيضاً التصنيف الجغرافي إله خصوصيته. لهالسبب في كتير من المراجع بتحطهم كتصنيفات لحالهم أوكي؟ فقط لخصوصيتهم، ولكن النوعين الأساسيين فينا نعتبرهم هني الكمي والنوعي. واضح؟ في أسئلة؟ لا ما في أسئلة. فإذن بنكفي بالتاني بارت اللي هي التوزيع التكراري. شو يعني التوزيع التكراري؟ أيضا ببدأ بالوايت بورد وبنرجع للبي دي اف. شو يعني التوزيع التكراري؟ ليش بدي أعمل توزيع تكراري؟ برجع ل المتغيرات اللي عندي إياها. خليني أخذ متغير الأعمار أو أخذ متغير، هأخذ متغيرين لفرجيكم إنه المتغيرين إن كان نوعي أو إن كان كمي فيني أعمل له تبويب أوكي، وفيني أعمل له توزيع تكراري. وليش بعمل له توزيع تكراري؟ إذا أنا أخذت والله استمارة مثلا عملت لعشر أشخاص، هيدا المتغير اللي هو الاكس هو الجندر اوكي، ولا اول واحد سالته ميل، ثاني واحد في ميل، ثالثي في ميل، الرابعه في ميل، خامسه ميل، السته ميل، سبعه في ميل، ثمانيه في ميل، والتسعه في ميل، والعشره ميل. ثاني متغير هيدا الشخص سالته قد ايه عمرك، قال لي 20 سنه، هيدا 21، هيدا 20، 22، هيدا 25، هيدا 28، 30، هيدا 21، هيدا 22، وهيدا 20. أوكي؟ عملت استمارة من 10 أشخاص أو لا 10 أشخاص من متغيرين فقط. يعني هيدا الاستمارة سؤالين سألته، أكيد مش سألته شو الجندر، شفتت شو الجندر وسألته قديه عمره، طلع عندي هيدي البيانات أوكي؟ أنا هودي 10 أشخاص، إذا بتطلع بس هون تطلع، هل بقدر مثلاً بالأعمار، هل بقدر أعرف مثلاً وين توجه الأعمار؟ هل عندي أكثر مثلاً 20؟ هل عندي أكثر 21؟ هل عندي أكثر 22؟ بالجندر مثلاً مين أكثر، ميل أو فيميل؟ لما بيكونوا بهيدا الطريقة، أوكي، هون يمكن عندي 10 أشخاص، بس أنتوا تخيلوا عندي 100. هل إذا طلعت فيهم M F F F M M M F، إذا طلعت بهيدي الطريقة بميت حدا، هل بقدر أعرف؟ ما بقدر أعرف. فإذا أنا شو بلجأ لشيء اسمه تبويب. هيدا المتغير
اللي هو الاكس خلينا نحطه بلون تاني. هيدا المتغير اللي هو الاكس هو ذاته فيني حطه هون، ولكن بعمل له إعادة تبويب. كيف يعني بعمل إعادة تبويب؟ يعني بعمل M و F. في عندي أنا اثنين كاتيجوري بهيدا لهيدا المتغير، بعمل له تكرارات frequency. والله هيدا ميل بيجي بعدهم، يا إما بعدهم عد يا إما بيجي ميل. هيدا واحد في ميل، هيدا هون واحد في ميل، واحد في ميل، ثلاثة هوني ميل 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 في ميل في ميل في ميل، واحد اثنين ثلاثة وميل هوني واحد. بيطلع عندي هوني أربعة وهوني ستة، مجموعهم قد ايه؟ مفروض يكون عشرة. وإلا يا إما بكون ناسي واحد يا إما بكون منقصة واحد، يعني أكيد في غلط. أوكي؟ طيب أنا بهيدا التوزيع شو عملت؟ رجعت عملت إعادة ترتيب لا المتغير اللي عندي إياه، ولكن عملته على شكل بيانات مبوبة، عملت تبويب للبيانات. ليش بعمل تبويب للبيانات؟ أول شيء شو بتلاحظوا أنا من هيدا المتغير اللي هو هون، إذا ما كان عندي تبويب وإذا صار في عندي تبويب، شو الفرق بين الاثنين؟ شو الفرق بين عرفنا مين أكثر؟ عرفنا مين أكثر؟ إنه التاني بقدر يعني أقراها، صار فيني أقدر أقراها. شغلة تانية شو بعد عندي ملاحظات؟ بقدر حللها، بقدر حللها. وأيضا أنا هون عندي عشر أشخاص، ليكوا العشرة اختزلتهم بشو؟ حجم بسطرين. حتى لو كانوا مية، لو كانوا مية أنا ثمانية أيضا بختزلهم بهو السطرين، بهود اثنين كاتيجوري اللي هن ميل وفي ميل. فإذا هيدا التوزيع التكراري، شو أهمية التوزيع التكراري؟ إني بختزل البيانات، بختصرها. يعني بدل ما يكونوا بهيدا الشكل، بدل ما يكونوا بيانات غير مبوبة بهيدا الشكل، حولتهم لبيانات مبوبة لحتى اختزلهم، لحتى اختصرهم، وأيضا لسهولة قراءتهم والتحليل تبعهم. يعني أنا هلأ مجرد ما أطلع لهون دغري بقول والله الإناث أكثر من الذكور، عندي ست إناث مقابل أربعة ذكور. أوكي؟ هيدي اللي هون هودي فقط طريقة بس لحتى أقدر جمعهم. ممكن في كتار مثلا بيستعملوا هيدي الطريقة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبصير بعدهم خمسات، أو بيستعملوهم بهيدي الطريقة مربع مشطوب فقط لحتى يعدون خمسة عشرة خمسة عشر عشرين. أكيد هيدي في حال عندي أعداد كبيرة. إذا عندي مية ميتين وبدي أعملهم بشكل مانيوال، اللي شاغل بالانتخابات قبل أكيد بيعرف إنه بنستخدم عادة هيدي الطرق بس لسهولة العد مش أكتر. دكتور أول جدول هو إحصاءات والتاني هو الإحصاء؟ لا اثنيناتهم إحصاءات. مية بالمية هيدا هو الإحصاءات، هيدي إحصاءات، هيدي بيانات إحصائية، هيدا هو الجدول. وهوني كمان في عندي أنا إحصاءات، هيدي بيانات غير مبوبة، بسميها بيانات غير مبوبة. أمرار بعمل تحليل أنا كمان على بيانات غير مبوبة، هنشوف أنا ممكن أعمل أنا المقاييس بكرة اللي بدي شوفها اللي بدي أدرسها، فيني أعمل المقاييس لبيانات غير مبوبة مثل هون مثل الجدول اللي بالأحمر، وفيني أعمل المقاييس لبيانات مبوبة مثل الجدول اللي بالأزرق. آخر جدول هو الإحصاء، هو استخلاص المعلومات. إيه هيدا تبويب، عملت تبويب للبيانات على شكل جداول. أوكي؟ أنا قلت لكم الإحصاء الوصفي لأوصف البيانات اللي عندي بوصفهم بثلاث طرق. شو هن ثلاث طرق؟ عن طريق جداول، عن طريق رسومات بيانية، وعن طريق مقاييس. هيدي هي الجداول، هيدي أول مرحلة كيف عم بستخلصهم عن طريق الجداول. واضح؟ واضح؟ واضح دكتور. واضح. هيدي لبيانات إذا كانت نوعية، نفس الشيء أنا حطيت مثلين واحد نوعي واحد كمي لنشوف إنه نفس الشيء أنا بقدر أعمل لهم تبويب.
بنفس الطريقة بقدر أعمل تبويب للبيانات. هيدا المتغير الثاني واي. أوكي؟ هيدي بيانات كمية. أيضاً البيانات الكمية فيني أعمل لها تبويب. ولكن البيانات الكمية فيني أعمل لها تبويب بطريقة. يا إما كل قيمة على حدة. 20. 21. 22. 25. 28. و30. العشرين مكررة 1 2 3. الواحدة وعشرين مكررة 1 2. 22 1 2. 25 1 28. 1 و30 1. قدي مجموعون؟ 3 4 5 6 7 8 9 10. مفروض يطلع عندي 10 إجباري اللي هي مجموع العينة ككل. أوكي؟ العينة ككل 10 مفروض يطلع عندي 10. هيدي طريقة للتبويب. شو الطريقة الثانية بالبيانات الكمية؟ أحياناً أنا الهدف الأساسي تبع التبويب البيانات إني عم بختزل المعلومات تبعيتي، يعني عم بختصرها. يعني هون العشر أشخاص اختزلتهم بسطرين، هون بالبيانات الكمية اختزلتهم بسطر 2 3 4 5 6. طيب اف بعضهم كتار، أنا 10 اختزلتهم بستة بعضهم كتار، بيجي بعملهم شو؟ فئات. فيني أقول والله من 20 ل 24 فئة، من 24 ل 28 فئة، من 28 ل 32 فئة. كمان هوني تكرارات. من 20 ل 24 والله عندي 3 4 5 6 7. من 24 ل 28 في عندي هون 28 مش داخلة، هون عندي 1، هون عندي 2، هودي كمان 10. هيدي طريقة تانية. أيضا بيانات مبوبة. هاي بيانات مبوبة وهيدي أيضا بيانات مبوبة. مين اللي قال لي إنهم بيانات مبوبة؟ التكرارات. مطرح ما في عندي frequency table يعني هيدي صارت البيانات مبوبة. هون عندي طريقتين للتبويب، يا إما تبويب كل قيمة على حدة، يا إما على شكل فئات. دكتور بعد إذنك. نعم. بس بدي أسأل، لما حطيناهم فئات ليه تركنا الكروشيه مفتوح؟ يعني عند الفان والفانكاتر ليه تركنا عند الفانكاتر مفتوح؟ حنوصل للتفاصيل كلها كيف بنعمل هودي الفئات. أوكي؟ بحطها مفتوحة لأنه منعاً للتكرار. في عندي أنا مبدأ لحتى أعمل هودي، كيف بدي أعمل هيدي الفئات هلأ بدنا نشرحها كلها بالتفصيل. أوكي؟ كل قيمة على حدة سهلة، أنا بحط كل القيم اللي عندي هون 20 21 22 وبعد قد التكرارات. أوكي؟ بس بالفئات ليش عملتها من 20 ل 24؟ ليش مش من 20 ل 25؟ ليش من مش 20 ل 22؟ أوكي؟ في عندي مبدأ للتوزيع التكراري على شكل فئات. شو هو هيدا المبدأ؟ هلأ حنشوفه بالتفصيل. بس واضح لحد هون؟ واضح شو يعني توزيع تكراري؟ نعم. هيدا الابريفيشن لحد الاكس وعم تحطيها حد الواي بس عم تبوبه، هي شو عباره عن شو؟ كانها البتا يعني؟ شو هي شو هي؟ هيدا لحد الواي وحد الاكس بالتبويب. هيدا اف اف فريكوانسي. فريكوانسي او فريكونس. هيدا الاف. هيدا الرمز للتكرارات. هيدا صار توزيع تكراري، رمز للتكرارات اف. واضح؟ ايه واضح. هيدا فإذا التوزيع التكراري، التوزيع التكراري او frequency distribution او distribution en frequence. هيدي هي الاف، هيدي هي اللي عمال نرمز لها فيهم. اف نرمز لجدول التوزيع التكراري. فإذا هي عبارة، التوزيع التكراري هي عبارة عن قائمة بتضم
كل قيم المعطيات. إذا أنا عندي عم بشتغل جندر، فإذا قيم المعطيات تبعيتي ميل في ميل. إذا عمالي شوف والله السنوات الدراسة، سنة أولى سنة تانية سنة تالتة M1 M2، إذا عم شوف الأعمار بدها تضم كل الأعمار اللي عندي إياهم. هيدي هي قيم المعطيات. ممكن تكون على شكل كل قيمة على حدة مثل ما شفنا بالأعمار، ممكن تكون 20 21 22 23، ممكن تكون على شكل فئات أو مجالات. أوكي؟ وهون بتصير التكرارات لكل متغير عند التكرارات قد ايه مدى التكرار تبعه. ليش؟ لماذا يتم التوزيع التكراري؟ للأسباب التالية. أول شيء اختصار المعطيات، باختصرها بشكل كبير. يعني أنا المية اللي عندي إياهن اختزلتهم هون باثنين، والمية اللي عندي إياهن اختزلتهم بهودي الكاتيجوريز، والمية اللي عندي إياهن اختزلتهم بهودي الفئات. وأيضا يعمق فهمنا لطبيعة البيانات. صار فيني مباشرة 40-60 والله مباشرة بقول والله الإناث أكتر، بس إذا بدي أقعد بدي أقراهن بالإحصاءات بالجداول الإحصائية MF أنثى ذكر أنثى ذكر 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 أنثى ذكر، ما بقدر أعرف والله مين أكتر. بس مجرد ما عملتم بتوزيع بجدول توزيع تكراري صار فيني أعرف مين أكتر. أوكي؟ وفي عندي ميزة أساسية حنشوفها بعدين اللي هي التوزيع التكراري هو أساس في معظم الرسومات البيانية. يعني لما بدي أوصل للرسومات البيانية أنا بدي أكون عامل جدول التوزيع التكراري لأقدر أرسم الرسومات البيانية. واضح؟ أي واضح دكتور. وهون بنقول إن التوزيع التكراري بقدر أرسمه لكل أنواع البيانات إذا كانت كمية أو نوعية. بليز اللي عنده سؤال يرفع لي إيده وأنا باخد أسئلتكم، بس إنهي الفكرة. أوكي؟ فإذا التوزيع التكراري بقدر أعمله لكل أنواع البيانات إذا كانت كمية أو إذا كانت نوعية. نفس الشيء مثل ما شفنا ميل في ميل، السنوات، إذا بسألكم عن الألوان أي لون بتحبوه، أحمر أصفر أخضر، كمان بشوف والله اللي بحبوا اللون الأحمر هن 10، اللي بحبوا اللون الأصفر هن 20، اللي بحبوا اللون الأخضر هن 5. أوكي؟ بنفس الطريقة فإذا أيضا فيني أعمل جدول توزيع تكرار. أوكي؟ البيانات الكمية يمكن تبويبها كل قيمة على حدة أو على شكل فئات أو صفوف. أوكي؟ هلأ حنشوف بالتفصيل كيف بنعمل الفئات والصفوف. تفضل حسين. المناهج اللبنانية بيراعي موضوع الفئات غير الميل والفيميل. ما سمعت. المناهج اللبناني. إيه. ما بيراعي موضوع الفئات غير الميل والفيميل. بالمبدأ إيه. لأنه هيدا نحن دايماً لما بنشتغل مش رح نحكي نفسيا، ومش رح نحكي انه كيف الوضع، انه مثلا اذا بدي افوتوا باطار نفسي انا يمكن بتقولوا لي والله في عندي انه الهوموسيكسواليتي وهيدا شيء علمي اذا بدنا نقول. اوكي؟ ولكن نحن لما بنحكي بالاحصاءات، لما انا بعطيكم الرولز بعطيكم بحسب القانون اللبناني. اوكي؟ بحسب القانون اللبناني نحن في عنا ذكور وفي عنا اناث. مشكلة. واضح؟ واضح. أوكي. هيدي فإذا مثل ما قلنا أهمية التوزيع التكراري وليش بعمل توزيع تكرار. أوكي. هلأ بدنا نوصل لكيف بعمل توزيع تكراري. أكيد الكيف بالبيانات الكمية واضحة، بالبيانات النوعية عفوا واضحة، وإذا كمية كل قيمة على حدة اللي هون أيضا واضحة، بيبقى في عندي الفئات. كيف بعمل التوزيع على شكل فئات؟ هيدي الفئات أول شغلة في عنا مصطلحات ضروري ناخدها بعين الاعتبار. شو هي المصطلحات؟ أنا لما بقول مثلا تنقول رح أعمل واحد خالص 20 22 22 24 24 26،
هيدا خالص وشوف شو هي المصطلحات. بالمصطلحات في عندي شيء اسمه الحد الأدنى للفئة. هود المصطلحات راح أشرحهم هلأ إنفا بور توت. أوكي؟ يعني أنا بكل المراحل كل ما أعمل جدول توزيع تكراري بدي لكم الحد الأدنى للفئة. أوكي؟ والحد الأعلى للفئة. وبدي أقول مركز الفئة. بدي أقول عرض الصف. لحتى مش كل مرة نشرح شو يعني هول فبنشرحهم هلأ إنفا بخطوط مثل ما قلنا. الحد الأدنى للفئة هي أقل قيمة إذا أنا عندي من 20 ل 22 هي أقل قيمة بحصل عليها داخل الفئة. أوكي؟ هيدي بسميها الحد الأدنى للفئة. يعني هون أنا الحد الأدنى للفئة هو 20. هيدي الحد الأدنى للفئة الأولى. الحد الأدنى للفئة الثانية هي 22. الحد الأدنى للفئة الثالثة هي 24. هيدي هي الحد الأدنى للفئة. ممكن كمان سميها النهاية الدنيا للفئة. النهايات الدنيا للفئات الأولى الثانية الثالثة. أوكي؟ هيدا هي الحد الأدنى. في عندي مصطلح تاني اللي هو الحد الأعلى للفئة. الحد الأعلى للفئة هي أكبر قيمة ممكن أحصل عليها داخل هيدي الفئة. أوكي؟ هي 22. هيدي هي الحد الأعلى للفئة أو النهاية العليا للفئة. 22 هاي هي النهاية العليا للفئة الأولى. بنلاحظ 22 مكررة. ولكن هيدي 22 هي النهاية العليا للفئة الأولى. بينما هيدي 22 هي النهاية الدنيا للفئة الثانية. يعني في اختلاف بيناتهم. هاي إلى تعريف وهاي إلى تعريف. أوكي؟ الـ 24 هي النهاية العليا للفئة الثانية. الـ 26 هي النهاية العليا للفئة الثانية. عمّا تعطي هذه بليز المايك مسكر واللي عنده سؤال برفع الأيدي لحتى أعرف مين في عنده سؤال. Thank you. فإذن هيدي النهاية الدنيا وهيدي النهاية العليا أو الحد الأدنى والحد الأعلى. في عندي شيء اسمه مركز الفئة. مركز الفئة شو هو؟ مركز الفئة الفئة شو هو؟ مركز الفئة مركز الفئة هي القيمة اللي بتوقع بمنتصف الفئة بنص الفئة. القيمة اللي بتقع هي اللي بتمثل الفئة. أوكي؟ يعني بكرة بالمقاييس لما بدنا نوصل للمقاييس أنا ما بضل نقول من 20 ل 22 بدي قيمة تمثل هيدي الفئة. شو هي القيمة اللي بتمثل الفئة؟ هي اللي بتوقع بالنص. هوني شو اللي بيوقع بالنص؟ 21. ال 21 كيف جبتها لل 21؟ بجيبها 20 جمعهم اسم 22 اسم 2 تطلع عندي 21. أوكي؟ كل فئة من الفئات عندها مركز فئة. هيدا المتغير اسمه X. مركز الفئة شو برمز له؟ برمز له بX I. مركز الفئة الأولى هي X1 هي 21. مركز الفئة الثانية هي هيدا شو بتساوي؟ 20 زائد 22 اسم 2. مركز الفئة الثانية 22 زائد 24 اسم 2 هي 23. مركز الفئة الثالثة هي 24 زائد 26 اسم 2 هي 25. فإذا هيدا اسمه مركز الفئة. هيدا مركز الفئة هو اللي بيمثل الفئة من 20 ل 22. 23 بتمثل هيدي الفئة و 25 بتمثل هيدي الفئة. واضح؟ هيدا اسمه فإذا مركز الفئة. بعد في عندي شغلة اللي هي اللي هي عرض الصف أو عرض الفئة. شو هو عرض الصف؟ عرض الصف هي قد ايه طول الصف. طول الصف أنا عندي من 20 ل 22 أو ل 25 طول الصف من هون لهون. أوكي؟ هو هودي خمس نقاط أو خمس
وحدات. هيدا الخمس نقاط هيدا هو عرض الصف. كيف بجيب عرض الصف؟ هو الحد الأعلى 25 ناقص الحد الأدنى. هون نفس الشيء، شو برمز لعرض الصف؟ بالمزله بال length ال. نفس الشيء كمان كل فئة ممكن يكونوا أنا الفئات متساوية، ممكن الفئات غير متساوية. أوكي؟ هون الفئات عندي إياها كلهم متساوية، 22 ناقص 20، 24 ناقص 22، 26 ناقص 24، كمان 22. اللي عمالي يكتب من وراي لحتى لي تعرفوا منين إجت 2، هيدي 24 ناقص 22 وهيدي 26 ناقص 24. أوكي؟ هيدا هو عرض الصف. برجع بقول مش بالضرورة أبدا دايما لاقي فئات متساوية، لهالسبب في ممكن يكون هون عرض الصف 2، هون عرض الصف 5، هون عرض الصف 10. أوكي؟ هيدي بترجع طبعا حسب الموضوع اللي أنا عندي. واضح لهون؟ واضح. واضح. بوصل لآخر مصطلح أيضا عنا إياه اللي هو اللي سألتني عنه زميلتكم، اللي هي الحدود 20-22. أيمتين بفتحها؟ أيمتين سكرة؟ أيمتين بتكون مفتوحة؟ أيمتين بتكون مسكرة؟ هودي هني الحدود. كيف برسم الحدود وكيف بستخدم الحدود؟ في عندي مبدأ لاستخدام الحدود. شو يا رولا؟ ايه سوري دكتورة، يعطيك العافية، بس كلمة الصف شو معناتها؟ هي الفئة. الفئة يعني الفئة. من إلى؟ من إلى، هيدي فئة، هيدي الفئة الأولى، هيدي الفئة الثانية، هيدي الفئة الثالثة. هي كلمة فئة هي المصطلح الأصح. أي. أوكي؟ ولكن الصف هو المتداول أكتر، ولكن الأصح هو إنه نستعمل عبارة فئة، فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة. أوكي؟ شكرا دكتور. ترى انت عامله ميوت لحالك. الو سوري عم تعلق علي السائل عشان هيك عمال يوقف كل شوي. بدكم معي؟ ايه دكتورة. فاذا برجع للحدود، فاذا هيدي الحدود ليش بستخدمهم وايمتين بستخدمهم؟ عندي مبدا اساسي بالتوزيع التكراري، بجداول التوزيعات التكراري. هيدا المبدا في عندي شرطين اساسيين، هودي الشرطين. الشرط الأول ممنوع يكون في عندي فجوات داخل التوزيع التكراري، ممنوع يكون في فجوة. شو يعني ممنوع يكون في فجوة؟ بليز انتبهوا لي للمايك يا شباب يا صبايا، رجاء عن المايكات عم يخرب التسجيل. ثانك يو. بس تفتحوا المايكات التسجيل اللي بتسمعوه بصير بتسمعوه بشكل مشوش، لهالسبب بليز انتبهوا دايما للمايكات ما يفتحوا بالغلط. ايمتي شو يعني فجوات؟ يعني ممنوع انا يكون في عندي جدول التوزيع التكراري بهيدا الشكل، مثلا 20 21 23 24 26 28. ليش ممنوع؟ لأنه أنا من الـ 21 للـ 23 عندي آلاف الأرقام، حتى إذا بدي بلش بـ 21، حتى عفواً إذا بدي بلش بـ 22، من الـ 21 للـ 22 عندي آلاف الأرقام، 21.1.2.3.4، هو كلهم أنا استثنيتهم. فإذا ممنوع يكون في عندي فجوة داخل التوزيع
التكراري، داخل جدول التوزيع التكراري مفروض يكون البيانات كلها متصلة ببعضها البعض منعا لهيدي الفجوة. أوكي، ومن هون من الأربعة حتى إذا كان داخل هيدي الفئة صفر، أوكي، ما فيني إلغيها وقول 20 21 26 28، حتى إذا كانت صفر بدي أتركها وأكتب صفر التكرارات. واضح؟ أوكي. بمبدأ التوزيع التكراري ممنوع يكون في عندي هيدي الفجوة، فلهالسبب دايما الرقم اللي بنتهي فيه بالحد الأعلى تبع أول فئة هو اللي ببدأ فيه تبع تاني فئة. 21 24، هون بدي ابدأ 24 28، برجع ببدأ 28 30. أوكي، هيك أنا بكون منعت الفجوات، بطل عندي فجوات مطرح ما انتهيت بلشت. هيدا أول شرط. الشرط الثاني لهالسبب بنلاقي في عندي أرقام مكررة 22 22 24 24، مكررين الأرقام وصحيح. ليه؟ لحتى أمنع أي فجوة. الشرط الثاني ممنوع التكرار. شو يعني ممنوع التكرار؟ يعني إذا أنا في عندي الأعمار، إذا برجع لهيدا الجدول وكيف حطيت الأعمار، أنا عندي 20، هيدي 20 ممنوع أنا لاقي مطرحين حط فيها 20، مفروض تنحط بفئة واحدة بس. 24 إذا في عندي 24، لو في عندي 24 ممنوع أنا أقول يي يمكن حطها هون يمكن حطها هون. أنا إذا بتركهم بدون حدود، أنا في عندي هون 24 وفي عندي هون 24، وهيدا الشيء غلط. أنا وقعت فيها وين؟ بال 28، هيدي 28، في عندي فئتين مكتوب فيها 28، هيدي 28 وهيدي 28، وين بحطها؟ هيدا الشيء غلط إذا بدي أبقى بدون حدود. لهالسبب أنا بحط الحدود. الحدود شو بتعني؟ بتعني مطرح ما هي مسكرة على الرقم، بتعني إنه هيدا الرقم فقط 20 20.000000، أوكي؟ فقط العشرين هو ضمن هيدي الفئة، 20.01 هو موجود حكما، أوكي؟ فإذا فقط أنا عم بحكي عن الرقم 20، بيجي للواحدة وعشرين، 21.0000، أوكي؟ 21.01 هو بهيدي الفئة، بالفئة الثانية حكما، بس الرقم 21 وين موجود؟ ممنوع يكون هون وهون. لهالسبب بيجي بيستعمل الحدود، إذا فتحت هون فإذا لازم سكر هون، فإذا 21 صار موجود ضمن هيدي الفئة. أوكي؟ 24 إذا سكرت هون، إذا سكرتها بهيدي الفئة ما فيني سكرها هون، صار التكرار موجود، فإذا بفتحها ضمن هيدي الفئة. وضحت؟ هيدي هي الحدود وأهمية الحدود، هي فقط منعاً للتكرار داخل الفئات، وهي فقط بتكون معنية فيها الحد الأدنى والحد الأعلى حصراً لكل فئة. أوكي؟ هي فقط لل 24 لل 5 لل 28 لل 30 لل 21. واضح؟ واضح. مش الحال؟ مش الحال. عرفنا هون، فإذا ليش هون مرة مفتوحة مرة مسكرة؟ منعاً للتكرار ومنعاً للفجوات. الأرقام بكررة منعاً للفجوات، الحدود بنلاقيها مفتوحة من ميلي ومسكرة من ميلي منعاً للتكرار. بس سؤال دكتورة بليز. نعم. يعني أنا في أمتى ما بدي سكرها بس شرط أني أفتحها بالميل الثاني أو العكس. 100% صحيح. صح دكتورة، أكيد عندنا الخيار. عادة أنه الأسهل والأرتب كمان، إذا بدنا كمان نحن الناحية الشكلية كمان كتير مهمة وبتلعب دور، أنه لمطرح ما إذا بلشت كله مسكر ببدأ بالكل مسكر. أوكي؟ إذا بديتها بأول فئة مسكر مفتوح ببدأ تاني فئة مسكر مفتوح مسكر مفتوح مسكر مفتوح. أوكي؟ إذا بديتها مفتوح مسكر كمان ببدأ، يعني هيدا التسلسل كشكل أكيد هو
هو الأفضل، ولكن إني أعملهم بهيدا الشكل، هون مسكر هون مفتوح مفتوح هون مسكر مفتوح، ما حدا بيقول لي لا، هيدا مش غلط. أوكي؟ ولكن كشكل أكيد هون الأفضل، وطبعاً منعاً للغلط، يعني هون ممكن أوقع بأخطاء، بس هيك بهيدا الطريقة خلص بعرف إنه 24 حكماً الحدود النهايات الدنيا منا العليا منا موجودة بأول فئة، موجودة بتاني فئة. واضح؟ واضح. شو يا زينب؟ دكتورة أنا كان عندي سؤال. إنه حضرتك قلتي إنه أنا وقتها بحط الصفوف بلش من محل ما بنتهي لحتى ما يصير في غلط، لحتى ما يصير في فجوات. أوكي. أوكي؟ يعني منع الفجوات. أوكي. يعني أنا إذا كان عندي 20-28 وتسكرت الرينج على 28 بدي أرجع للصف اللي تحت، بلش من 28 وكمل على الرقم اللي عندي تحت. رجعي عيدي، أنت بلشتي 28 تنقول. رح أكتب اللي عم تحكيني إياه بس لحتى أتأكد من السؤال إذا صح. بلشت 20-28، انت الفئة تبعيتك 20-28. اوكي. الفئة الثانية بدي انا افتح حكما 28. اوكي بدي افتح حكما 28، ما فيني يكون عندي غير معطيات، ما فيني اقول 29. لانه بصير من 28 لل 29 عندي فجوة. اوكي. أوكي. مع العلم، مع العلم لحتى لي بس نبهكم لهيدي الشغلة، بتلاقوا كتير مثلا بمصادر بدراسات مثلا بتلاقوا انه في مطارح حاطينها 20-22، ما بيحطوا فئات، ما بيحطوا الحدود بالمرة. اوكي 20-24-25-30-30-31-38، بتلاقوها هيدي كتير، وانا بعرف انه بتلاقوها كتير. اوكي مش يعني انه البيانات الداتا تبعيتهم صارت غلط، لا يمكن حريصين انه الداتا غلط، بس هيدا كجدول توزيع تكراري. اوكي في عليه اعتراضات كتير، في عليه انه علامات استفهام كتير. اوكي دكتورة كمبدا ممنوع ينكتب بهيدي الطريقه. اوكي ايمتين بيكتبوه بهيدي الطريقه؟ بيكتبوه في حال كانت البيانات كمية، مثل المثل اللي اعطيتكم اياه عن عدد الأطفال داخل الأسرة، ولد لثلاث أولاد، أربع أولاد لست أولاد، سبع أولاد لعشر أولاد. بهيدي الحالة شو التبرير اللي عندهم اياه؟ التبرير إنه مش معقول يكون عندي ثلاث أولاد ونص. أوكي؟ هيدا التبرير. ولكن برضو كجدول توزيع تكراري كمبدأ تبعه في عندي خطأ هوني مبدئي، إنه في عندي فجوات حتى إذا كانت الكمية البيانات الكمية متقطعة. هيدي مثلا كمان إذا بدي عم شوف مثلا أعمار الطلاب الجامعة، مثل ما قلت لكم أنا أعطيتكم مثل إنه والله بدي شوف الوضع الاجتماعي لطلاب الجامعة، إنه بين واحد عمره 20 وبين واحد عمره 20 وشهر إنه ما بهمني. أوكي بهمني 20، بهمني 21، بهمني 22، بهمني 23. فبهيدي الحالة إنه 20-24-25-30 كمان هيدا مبرر ليش بيعملوا بهيدي الطريقة، ولكن الأصح دايما إنه يكونوا الفئات متصلين ببعضن البعض، ممنوع الفجوات وممنوع التكرارات. أوكي حطن بشكل 20-24-24-30-30-38، حطهم بهيدي الطريقة واستعمل الحدود، هيدا الأصح علميا وإحصائيا. وضحت؟ شكرا دكتور، واضحة مش الحال؟ بعد فقط عنده سؤال ألاء. شو يا ألاء؟ قبل ما كفي يلا ألاء. ألاء فرحات، ألاء مش معنا؟ أوكي. فإذن
هودي المصطلحات الأساسية اللي حكيتكم عنهم، المصطلحات أساسية خاصة بالتوزيع التكراري. فإذا الأساسيات هن الحد الأدنى أو النهاية الدنيا للصف أو للفئة. مثل ما قلت لكم الفئة هي التعبير المصطلح الأصح، أوكي؟ الحد الأعلى أو النهاية العليا، حدود الحدود الصفوف أو الفئات، مركز الفئة وعرض الصف. مركز الفئة اللي بنرمز له بأكس آي إذا المتغير تبعي أكس، وعرض الصف اللي بنرمز له بأل. واضحين؟ هودي رح انتقل هلأ لخطوات بناء التوزيع التكراري. شو هي الخطوات اللي بتبعها لحتى اعمل هيدا التوزيع التكراري؟ اذا بدي ابدأ من الزيرو، انا عندي اعمار، برجع اعمار، ولا الاعمار عندي اول شخص سألته عمره 20، الثاني عمره 23، الثالث 25، 20، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هيدا عمره 27، هيدا عمره 30، هيدا عمره 38، 21، 28، 20. هيدي بيانات غير مبوبة، أوكي؟ التكرارات منا وفيها، مكررة منا وفيها، بعدها بيانات غير مبوبة. بدي أعمل تبويب. إذا بدي أعملها تبويب على شكل كل قيمة على حدة سهلة، بقول العشرين مكررة مرتين أو ثلاث مرات، الواحدة وعشرين مثل ما عملنا هون، أوكي؟ بهيدي الطريقة العشرين قدام كررة، الواحدة وعشرين قدام كررة، 22 قدام كررة. ولكن في حال بدي أعملها أنا على شكل فئات، إذا بدي أعملها أنا على شكل فئات كيف بدي أعملها وكم فئة بدي أعمل؟ في عندي مراحل لحتى أعمل التوزيع التكراري. شو هي هيدي المراحل؟ عندي مراحل أساسية. المرحلة الأولى بالدرجة الأولى مفروض حدد عدد الفئات. الفئات برمز لها عادة بكا، classes بكي، أوكي؟ classes هيدي عدد الفئات. أنا أول مرحلة بدي أقول والله بدي أعمل أربع فئات، بدي أعمل خمس فئات، بدي أعمل عشر فئات، أوكي؟ فإذا أول ما بلش أنا بدي أقول كم فئة بدي أعمل. عادة كيف بختار عدد الفئات؟ أكيد عند الحرية المطلقة، يعني أنا اللي بقول والله بدي أعمل أربع فئات، ما حدا في يجي يقول لي لا ليش أربعة، ليش مش خمسة، ليش مش ستة، ليش مش عشرة، ليش مش 12. طبعا بدي يكون في عندي تبريري إلى حد ما، أوكي؟ ولكن عندي حرية اختيار عدد الفئات. ولكن التبرير المنطقي إنه الفئات، إذا أنا العينة تبعيتي 10 أشخاص، أوكي؟ هل فيني أعملها 10 فئات؟ نحكي منطقيا، دائما الإحصاء هو تحليل منطقي بالدرجة الأولى. إذا أنا عندي 10 أشخاص وإجيت أنا عملت 10 فئات، شو بكون عملت؟ أنا الهدف تبع التوزيع التكراري، الهدف تبع التوزيع التكراري إني اختزل المعلومات، اختصر المعطيات. فإذا أنا تركتهم 10 فإذا ما اختزلت، أوكي؟ بي بالبي. فإذا أنا دايما الحق يعني أحكي فكر منطقيا بالشغلة اللي أنا بدي إياها، أوكي؟ فإذا كيف بختزل؟ عادة العشرة بختزلهم مثلا بعمل ثلاث فئات، بعمل أربع فئات، بعمل خمس فئات. إذا أنا مثلا والله عندي عينة مثلا من 100 شخص أو من 200 شخص، والأعمار عندي بتتراوح مثلا من 10 سنين ل70، طب هون أنا الإتوندو تبعي كتير كبير، هون بتحمل والله أقول 10 فئات، أوكي؟ والله من 10 ل20 مثلا عملتهم فئة، من 20 ل25، طبعا هون حسب الموضوع تبعي، شو الموضوع أنا لحتى لي أعمله؟ إذا أنا والله عم شوف المستوى التعليمي، أوكي؟ بهمني أنا إنه والله مثلاً أخذ من صفر والله مثلاً للمستوى التعليمي لعشر سنين للمرحلة الابتدائية، برجع من العشرة مثلاً للخمستاعش المرحلة المتوسطة، برجع من الخمستاعش مثلاً ولا للثمنتاعش المرحلة الثانوية،
برجع من 18 المرحلة الجامعية بتروح ل 25 أو ل 30 أوكي؟ برجع فوق 30 يمكن كلهم صاروا بالمستوى التعليمي صاروا فيني أعتبرهم فئة واحدة. شايفين كيف بتصير اللعب بالفئات؟ هون أنا فإذا الموضوع تبعي هو اللي بيلعب بيتحك بيعطيني فكرة إذا بدي أقول عن عدد الفئات. إذا بدي أشوف والله الناحية العملية إنه الشغل أوكي؟ هل في عندي الموضوع تبعي مثلا الوضع الوظيفي؟ طيب أنا من الصفر ل 18 صاروا فئة واحدة. ما دون 18 يمكن مش ما دون 18 يمكن ما دون العشر سنين أو الخمستعشر سنة أنا هون مفروض يكون هيدا الطفل بالمدرسة. أوكي؟ في حال كان عمالي يشتغل صار في عندي شيء اسمه تخيلوا أنا عندي بمطارح كمان برجع للقانون اللبناني. اوكي هلا بتقولوا لي والله ابن خمس سنين عمالي يوقف عند ميكانيسيان السياره عمالي يفك دولاب السياره انه ايه بس كقانون هون في عندي انا عماله اطفال وهون بحق ايه اني اتشكى عليه وفوته على الحبس للي عم يشغل ابن سبع سنين او ثمان سنين او تسع سنين. اوكي برجع فاذا للقانون اللبناني انا في عندي عماله اطفال يعني انا لحد عمر 15 سنه هودي فئه واحده. اوكي من 15 مثلا ل 18 هوني بعده بالمدرسه ولكن في عندي اطفال اولاد ممكن تكون عماله تشتغل لتامن تحصيل المدرسه لتساعد اهلها الى ما هنالك. اوكي عندي من 18 مثلا ل 25 المرحله الجامعيه عندي من 25 مثلا لل 35 مثلا هوني او يمكن اخذها لل 30 هوني بيكونوا بعدهم استاجير بيكونوا بعدهم عم يتدربوا بيكونوا بعدهم عندي 30 ل 40 صار في عندي هون اليد العاملة هون الأساس تبعيت الهيدا فوق الأربعين مثلا صار عندي خبرات عم تشتغل يعني ابن 30 سنة بيشتغل مش مثل ابن 60 في عندي خبرة صارت بالناحية العملية فإذا بهمني هيدا الفئة أخذها لحالة إلى ما هنالك هودي كلهم بياخدهم بعين الاعتبار كيف بدي حدد أنا الفئات. أوكي نحن اللي حناخده هي كيف بدي أعمل فئات متساوية. نحن كل اللي عمالي نشتغله مش إذا في حال أنا بدي أعملهم فئات بعرض الصف برجع للأل غير متساوي أنا عمالي حددهم بقول والله من 0 ل 18 من 18 ل 25 من 25 ل 30 هيدي عرض صف غير متساوي. إذا بدي أنا عرض الصف متساوي فإذا عندي استراتيجية بدي اتبعها. فإذا بيجي أنا بقول والله هيدي العشر أشخاص والله بدي أعملهم ضمن أربع فئات ضمن خمس فئات. في عندي طريقة منطقية أولية لحتى أعرف أنا تقريباً إنه العينة من عشر أشخاص أوكي قد ايه مفروض تكون. أنا قلت إنه مش معقولة عشرة لأني ما اختزلت. طيب معقولة ثمانية معقولة سبعة معقولة ستة لحتى أكون مختزلة مظبوط البيانات. عندي هيدا الطريقة اللي هي اثنين على بويسانس كا اثنين على بويسانس كا بتساوي أو أكبر مفروض تكون أكبر من الأن. شو هي الأن؟ الأن هي حجم العينة. هيدي هون الأن بتساوي عشرة هي حجم العينة. أنا عندي حجم العينة بتساوي عشرة. أنا إذا بقول بدي أعمل فئة واحدة اثنين باور واحد بتساوي اثنين بعدني أصغر من عشرة. اثنين باور اثنين بتساوي أربعة بعدني أصغر من عشرة. اثنين باور ثلاثة بتساوي ثمانية كمان بعدني أصغر من عشرة. اثنين باور أربعة بتساوي ستاش صرت أكبر من عشرة. هيدي شو عطيتني؟ قالت للمنطق إنه عينة من عشر أشخاص أنا مفروض أعملها أربع فئات. أوكي؟ هيدا المنطق هيدا الأقرب للواقع. في حال عملتها ثلاثة ما حدا في اللي غلط. في حال عملتها خمسة كمان مش غلط. بس مش معقولة أعملها سبعة مش معقولة أعملها ثمانية مش معقولة أعملها تسعة. فإذا هيدي طريقة فقط لحتى أجيب الرقم الأقرب للواقع وليكون أكثر منطقي. أوكي؟ فإذا هون الكا بتساوي أربعة. هيدي أول مرحلة أنا حددت عدد الصفوف.
ماشيين لهون؟ دكتور أنا عندي سؤال لو سمحت. نعم. يعني أنا بختار الكا، هي أول مرة بيطلع معي دو إكسبوزيسون كا أكبر من أن، ساعتها بختار الكا؟ مظبوط. أنا هون 8 بعد أصغر من 10، 8 2 على بويسونس 4 صارت 16، صارت أكبر من 10. المنطق بيقول إنه الأربعة هو الأقرب لإني أعمل هود الفئات. يعني ما بكفي على 5 والسيس وأنسيد السيس؟ لا، إذا خلص 2 على بويسونس 5 صرنا 32، كمان أكبر من 10، خلص. هي هون أول واحدة أكبر من 10. أوكي؟ برجع بقول هيدا في حال أنا مش عارفة قديه بدي اختار، هيدا الأقرب للمنطق وللواقع. أوكي؟ بس برجع بقول إذا أنا عملتهم 5 فئات، هذا في اللي والله بيجي أنا بقول لا بدي أعملهم 5 فئات لأني بهمني إني شعب الفئات أكتر لشوف الفروقات بين الفئات. أوكي؟ مثلاً إذا أنا عم باخد على بيانات تبعيتي هي علامات، أوكي؟ من 0 لـ100. أوكي؟ بيطلع عندي مثلاً والله لازم أعملهم 5 فئات، يعني من 0 لـ25، تنقول من 0 لـ20، من 20 لـ40، 40 لـ60، 60 لـ80، 80 لـ100. أوكي؟ بيجي أنا مثلاً طيب إذا بدي أعملهم طيب أنا بهمني أعرف مثلاً اللي ماخدين 0 من 0 لـ5، يعني هودي فئة مثلاً معدومة ما بتعرف شيء أبداً بالإحصاء. طيب أنا هودي بهمني إنه والله حطهم لحالهم، لا. فإذا أنا بيجي بقول لا ما بدي يون بس 5 فئات، بدي يون 6 فئات، بدي يون 7 فئات أو 8 فئات. أوكي؟ فإذا هون أنا بقدر أتحكم. أنا هيدا الطريق هيدا أكيد 2 باور 5 هي 32، بعدني أقل من 100. أوكي؟ أنا العينة تبعيتي قلت 100 شخص. فإذا هون أنا هيدي بتعطيني أنا فكرة أنه أنا هون عند الوسط، هيدا الجواب المنطقي. أنا إذا عملتها والله أكثر واحدة أو أقل واحدة مش هالمشكلة هون. إذا فقط لحتى أعرف المنطق الأقرب لحتى أقدر حدد عدد الفئات هيدي. فإذا أول مرحلة من المراحل تبعتي. بيجي لتاني مرحلة، طيب أنا عرفت أنه بدي 4 فئات. أنا أصغر قيمة عندي إياها قدي 20. طيب إذا بلشت 20 وين بخلص؟ 21 ولا 20 22 أو 20؟ يعني هون أنا إذا بدي أعمل فئة هيدا اللي عم بحكيه 20 21 أو 20 22 أو 20 24، أي واحد بدي أعمل؟ أنا إذا أنا عم بعمل عم بحكي عن عرض الصف، عم بحكي عن عرض الصف ايه فئات متساوية. انا بدي اعمل فئات متساوية. انا عم بحكي عن عرض الصف هيدا. هون اخدت عرض الصف ال بيساوي 1، هون عرض الصف ال بيساوي 2، هون عرض الصف ال بيساوي 4. شو بدي استعمل انا؟ اي وحدة؟ ما بعرف. فاذا المرحلة الثانية بدي اشوف اوطى، بدي اشوف اوطى ال ال. ثاني مرحلة من مراحل تكوين التوزيع التكراري هي اني احدد ال ال أو عرض الصف. كيف بحددها للأل؟ أنا قلت لكم هي الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى لما بكون عارف الفئة. بس أنا بعدني هون مش عارف الفئات، أنا مش عارف في هول، هودي كلهم بعدهم مش عارفيتهم. فإذا أنا بدي استخرج الأل من شو؟ بدي استخرج الأل من هون. كيف بلاقي الأل؟ الأل بتساوي maximum value ناقص المينيموم فاليو اسمي كا. مينيموم فاليو اسمي كا. يعني بتطلع 30 ناقص 20 اسمي 4، بتطلع 10 اسمي 4. برافو. فاذا الماكسيموم فاليو هي اكبر قراءه عندي اياها هون. شو هي اكبر قراءه؟ هي 30. المينيموم فاليو هي أصغر قراءة عندي إياها هون. شو هي المينيموم فاليو؟ 20. الكا شو هي الكا؟ 4. هي 4. اللي أنا طلعتها بأول مرحلة. فإذا هي 30 ناقص 20 اسمي 4، بيطلع 10
اسمي 4 تطلع 2.5. واضح؟ واضح. فإذا هون الأل تبعيتي طلعت بتساوي 2.5. شو يعني 2.5؟ شو يعني عرض الخمسة؟ يعني عرض الصف. يعني إذا أنا ببدأ بالتوزيع التكرار. إذا أنا ببدأ بالتوزيع التكرار. تنقول بلشت 20. هيدا الحد الأدنى تبع أول فئة. كيف بعمله؟ عرض الصف بدي زيد عليه عرض الصف لأحصل على الحد الأعلى لأول فئة. صح؟ يعني 22.5. مش هيك؟ هون الحد الأعلى لأول فئة هو ذاته الحد الأدنى لتاني فئة. بزيد عليه عرض الصف بحصل على الحد الأعلى 25 لتاني فئة. بزيد عليه هيدا الحد الأعلى تبع تاني فئة هو ذاته الحد الأوط الأدنى تبع تالت فئة. بزيد عليه عرض الصف بحصل على الحد الأعلى لتالت فئة. لتالت فئة هيدا هو ذاته الحد الأدنى لرابع فئة. بزيد عليه عرض الصف بحصل على الحد الأعلى لرابع فئة. هيك بكون أنا شو عملت التوزيع التكراري تبعي. حددت الفئات. ولكن حددت الفئات نحن مثل ما قلنا لحتى أعمل الفئات الهدف تبعي شو؟ سهولة قراءة البيانات. أنا إذا عملتم بهيدي الطريقة أكيد صحيحة 100%. ولكن هل هي في عندي سهولة إذا أنا حطيتهم بشكل في عندي فواصل؟ لا ما في سهولة. ما في سهولة. فإذا الأفضل إني شو؟ إني أعمل تدوير لعرض الصف للاقي أقرب رقم ممكن لحتى أعمل التبويب. إذا بدي أعمل تدوير شو بعمل؟ يعني 2.5 شو باخدها؟ أقرب لثلاثة لأنه فاصلة خمسة. فرضي 2.4 إذا طلعت عندي 2.4 أقرب لثنين ساعتها ما بيعوضوا. خليني أجرب 2. خليني أجرب 2. إذا قلت 20 22 هيدي 2 22 24 24 26 26 28. شو صار عندي؟ هون أخذت 4 فئات يعني حققت الكا بس استثنيت الرقم 30 يلي هو موجود عندي. فإذا ما فيني أعمل الحد الأدنى هي لتحد. دائما التدوير اللي بعمله للأقل بعمله نحو الأعلى ولا برا بعمل تدوير نحو الأدنى. يعني هون وقعت أنا بخطأ. أوكي؟ حتى إذا كانت 2.1 حتى إذا كانت 2.1 دائما التدوير نحو الأعلى وإلا بدي أوصل لرقم مش حلاقيه ضمن الأربع فئات. أوكي. أوكي؟ بعمل تدوير نحو الأعلى. فإذا نحو الأعلى يعني شو؟ 20 23 29 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 أوكي؟ هيك. فإذا أنا بكون عملت أول شيء هيدا أسهل قراءته
من هيدا. وتاني شيء أنا عملت تبويب ضمن أربع فئات. أوكي. دكتورة ما بدك تحطيلهم حضور؟ بلا بلا بعدني تاني مرحلة أنا لهون بعدني تاني مرحلة بعدني عم حدد عرض الصف. أوكي؟ عرفنا ليش حطينا عرض الصف ثلاثة؟ واضحة ليش عملنا عرض الصف ثلاثة؟ فإذا عملت عرض الصف ثلاثة لحتى أقدر أشمل كل البيانات اللي أنا عندي إياها. أنا هون عرض الصف لما أخذت القيمة مثل ما هي 2.5 بيطلع عندي بهيدا الطريقة، منه غلط كمبدأ، منه غلط، ولكن ما سهلت على حالي. أنا بقدر أعمل أسهل من هيك. كيف بعمل أسهل من هيك؟ إني أعمل تدوير للأقل. أوكي؟ التدوير لما عملت تدوير نحو الأقل أخذت 2 طلع عندي غلط، لما عملت تدوير نحو الأعلى فإذا صار سهل وبذات الوقت طلع عندي شملت كل الأرقام اللي موجودين. واضح؟ واضح. فإذا هيدي تاني مرحلة أنا حددت إنه عرض الصف هو 3. بوصل لثالث مرحلة بدي بلش حط الفئات، أعمل تكوين الفئات. بشو ببلش؟ ببلش بأقل قراءة عندي إياها، أقل قراءة صحيحة، بنفس المبدأ اللي حكيت فيه بالتدوير للقلب. في حال أنا أصغر قيمة عندي إياها هي 20.2 وهيدي 20.5 وهيدي 20.6. أوكي؟ كمان إذا بدي أبدأ 20.2 برجع 24.2 برجع فاصلة 4.5، أيضا بكون عقدت على حالي الأرقام. فدايما ببدأ بأقرب رقم صحيح. يعني أنا إذا أصغر رقم هو 20.2 ببدأ بالعشرين. أوكي؟ أوكي؟ أوكي دكتور، تمام. فإذا هيدا حدد الحد الأدنى لأول فئة. من بعد ما حدد الحد الأدنى لأول فئة شو بدي أعمل؟ بدي زيد عليه، بدي ضيف عليه عرض الصف ليصير عندي الحد الأعلى. ليصير عندي الحد الأعلى بضيف عليه 3 صرت 23. النهاية العليا للصف الأول هي ذاتها النهاية الدنيا للصف الثاني. بلش 23 ليش؟ منعا للفجوات. من 23 بزيد عليه عرض الصف صرت 26. 26 هي النهاية العليا للصف الثاني، هي ذاتها النهاية الدنيا للصف الثالث. 26 بضيف عليها عرض الصف صرت 29، النهاية العليا للصف الثالث هي ذاتها النهاية الدنيا للصف الرابع، بزيد عليها عرض الصف بصير 32. هون بيجي للمرحلة الرابعة، بدي امنع التكرارات. انا بهون اني كررت 23 26 29 منعا للفجوات، بدي امنع التكرارات. كيف بمنع التكرارات؟ بمنع التكرارات بالحدود. العشرين موجودة عندي في حال انا قمت هودي الفواصل رجعت. العشرين موجودة عندي فإذا لازم سكرها لأضمن إنه العشرين موجودة. في حال كان عندي هون 20.2 20.5 20.6 بكون عندي الحرية إني أفتح أو سكر. 23 فتحتها هون فإذا حكما بدي سكرها هون. 26 برجع بقول فيني سكرها وشرط اني افتحها هون. برجع بقول ننتبه للناحية الشكلية والجمالية. اوكي؟ فاذا عادة بفتح بسكر. بفتح عند النهايات العليا، بسكر عند النهايات الدنيا.
بفتح هون بسكر هون بوصل ل 32. 32 هون منا موجودة عندي، عندي الحرية، فإذا بفتح أو بسكر. أوكي؟ لضلني محافظة على زيت الشكل فتحته. بينما إذا برجع لهون، فرضو أنا أخذت هيدا الشكل، هوني أنا انتهيت عند 30، فسكرت فتحت، سكرت فتحت، سكرت فتحت، سكرت. هون عندي خيار عند 30؟ لا ما عاد بدي سكر إجباري لمطلوبة. سكر لحتى أضمن 30 تكون موجودة، وإلا بصير بدي أفتح فئة 5. أوكي؟ أوكي. هيدي فإذا بوصل سؤال بفعوا لي دايكن لشوف إنه في أسئلة. ما أنا كل شوي عم طلع هيدي الصفحة بس شوف دين مرفوعة بوقف، إذا ما شفت الدين مرفوعة مكفة. إيه سهاد؟ سهاد مين اللي عم يحكي؟ أنا سهاد. ضحى ولا سهاد اللي عم تحكي؟ سهاد. أوكي سهاد تفضل. هلا رابع مرحلة أنا نحط الانترفلز، أنا فكرت الثالثة شو قلت اللي هي؟ التالتة هي انه حط الحد الادنى والحد الاعلى، حدد الحدود الدنيا والعليا. اوكي المرحلة الثانية هي اني حطيت 20، بلشت بالعشرين زدت عليه عرض الصف اللي طلع معي بالمرحلة الثانية طلع 23 النهاية العليا للصف الاول هي النهاية الدنيا للصف الثاني، هيدي هي المرحلة الثالثة. اوكي اوكي شو يا رولا؟ رولا عم يطلع رتور بالصوت، يعني عم نسمع صوتك مرتين. في حدا فاتح لانه في حدا منكم فاتح المايك؟ ايه مزبوط. ضحى عم تضلها فاتحه المايك، هلا مش عماله تحكي بس عشان هيك عم تعمل رتور صوتي، لانه عماله يروح لعنده وعم يرجع يطلع من عنده. ايه سوري دكتور انا رح فكره. اوكي ثانك يو. شو يا زينب؟ مرحبا دكتورة، انا بس بدي استفسر من شغلي. الآل هي مدى كل فئة، نحن حتى نجيب مدى كل فئة بدنا نحسب يعني المدى الكلي على عدد الفئات. انت قلت المدى الكلي هو حتى نحسبه لا، اكبر كلمة ما اصغر كلمة. ليش مدى؟ هيدا مش المدى. انت معيدة يا سهى صح؟ يا زينب أنا كنت دارسة علوم اجتماعية لسنة، فعندي فكرة عن الإحصاء بالعلوم الاجتماعية. إيه أوكي. فالمدى إيه ما دخلتي بين المدى، ما فهمت لأنه خلطتي بين المدى وبين الأل. مدى شيء تاني. المدى هو الاسمو هو الرينج. أوكي. هيدا أحد مقاييس التشتت. أوكي. الأل هي عرض الصف. عرض الصف أنا كل فئة من الفئات عمالي أخذ لها العرض الصف. هي الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. أوكي. اللي قلتي أنت هو أول فئة أو مركز أول فئة أو آخر مركز فئة وبقسمهم على عدد الفئات، هيدا الإتوندو، هيدا المدى. هوني مش عم بحكي عن المدى أنا. أوكي. مرسي. مش الحال زينب؟ آه مش الحال. أوكي. بعد في حدا عنده سؤال؟ يلا. خليني أنهي. فإذن آخر مرحلة من المراحل تبعول التوزيع التكراري هي أنا حددت الفئات، آخر مرحلة بدي حط التكرارات، بدي حط الأف. أوكي؟ أنا مش بس بدي أعمل شون الفئات، بدي حط هيدي الفئة قدي في عندي تكرارات فيها وهيدي الفئة قدي في عندي تكرارات فيها، بيجي لكل واحدة من هودي من كل رقم من هودي الأرقام عفواً العشرين وين بتنحط؟ ضمن أول فئة. 23 وين بدي حطها؟ هوني مفتوحة مسكرة وين؟ هون. فإذا 23 ضمن هيدي الفئة، 25 ضمن هيدي الفئة، 20 ضمن هيدي الفئة فئة أولى، 27 فئة ثالثة، 30 فئة رابعة، 30 فئة رابعة، 21 فئة أولى،
28 فئة ثالثة و 20 فئة أولى. هيدي برجع أقول اللي قلت لكم عنها بالأول، هي فقط بس لحتى حدد العدد. فإذا الأف هون 4، هون 2، هون 2، هون 2. هلأ هودي صار فيني امحيون، أو إنه لحتى ما تخلطوا بيناتهم، هيدي هي ذاتها هاي. هيدي عددهم 1 2 3 4، هودي 2، هودي 2، هودي 2. مجموعهم قد ايه لازم يكون؟ 10. بار يطلع 10 اللي هو بيساوي الان. واضح؟ هيك بيكون تكون عندي التوزيع التكراري. برجع للبي دي اف اللي عطيتكم اياه، خطوات هون بالتفصيل اللي كنت كل شيء حكيته بالتطبيق موجود عندكم هوني، ولكن فقط ككور. أوكي؟ خطوات بناء التوزيع التكراري، لحتى أعمل بناء توزيع تكراري عندي خطوات. الخطوة الأولى إجباري، بدي حدد عدد الفئات، بدي حدد الكا. مثل ما قلنا عنا الخيار الأقرب، إذا مش عارفة قديه، طبعاً أنا عم بشتغل صفوف متساوية، يعني عرض الصف متساوي بالكل. اوكي، اذا انا ولا بدي اول عرض صف بدي من 0 ل 18، من 18 ل 20، هودي انا برسمهم مثل ما انا بدي. اوكي، ولكن اذا بدي اعملها متساوي بدي اتبع هيدي الخطوات. هون الكا هيدي الطريقه هي اللي بتعطيني الاقرب منطقيه. المرحله الثانيه هي انه حدد ال او حدد عرض الصف من خلال هيدي الطريقه. ليه؟ لانه انا هون بعد ما عندي فئات. انا قلت لكم هون عرض الصف ال هو الحد الادنى للفئه، حد الاعلى للفئه ناقص الحد الادنى، بس هون عندي الفئات انا. اوكي، بس في حال ما عندي الفئات انا عم بستخرج الفئات من خلال البيانات اللي هي بعدها منا معمول لها فئات. فاذا ال عندي بتساوي هيدي الطريقه. شو هي الماكس والمين والكا؟ ال هي عرض الصف، الماكسيموم هي اكبر قراءه اللي هي ماكسيموم فاليو او فالور ماكسيمال، المين هي المينيموم فاليو او الفالور مينيمال، الكا هي عدد الفئات او الصفوف اللي حددناها بالمرحله الاولى. ماشي الحال؟ ماشي الحال. تمام دكتور. ثالث مرحله شو هي؟ ثالث مرحله بدي بلش نختار نقطه البدء. أول قيمة أنا هونيك اخترت العشرين. ليش اخترت العشرين؟ لأنه أقل قيمة عندي إياها. فيني مثلا إذا أنا البيانات عادة كيف بختارها؟ إذا أنا هون عندي 20 21 22، فيني أبدأ مثلا من 15. بس شو بيعني 15 عرض الصف 3 15 و 3 18؟ أنا خسرت فئة ما فيها ولا أي حدا. أوكي؟ فلهالسبب دايما ببدأ بأقرب قيمة عندي إياها من بين القيم، ما بختار قيمة بعيدة. فإذا عادة ما نختار أدنى قيمة من المعطيات إذا كانت رقما صحيح. أوكي؟ أو أدنى قيمة صحيحة. بعدين باستخدام النهاية الدنيا بزيد عليها. هون بجمع الأل بحصل على النهاية العليا للصف الأول. هون النهاية العليا للصف الأول هي النهاية الدنيا للصف الثاني. بزيد عليها ال بحصل على النهايه العليا للصف الثاني وهكذا دوالك. من بعد ترتيبهم ببلش بالفئات، بحط الحدود منعا للتكرارات، بفتح وبسكر لحتى ما تتكرر القيمه بنفس الفئه. واخر مرحله هيدي، فاذا الحدود المرحله الاخيره باستخدام جميع المعطيات نحدد داخل كل صف عدد التكرارات. بحدد الاف، بعمل الاف وبحدد بهيدي الفئه قد ايه عندي، بهيدي الفئه قد ايه عندي، بهيدي الفئه قد ايه عندي، بشرط انه مجموع التكرارات يطلع بيساوي الان او العينه تبعيتي. يعني هون العشرة هيدي هي الصم للاف، مجموع الاف هيدي مفروض تعادل الان اللي هي العشر. واضح؟
واضح. في حدا عنده سؤال؟ يلا يا زينب. زينب عم بسمعك. ما عنديش سؤال، بعدها مرفوعة بالغلط. ما عندي سؤال. في حدا عنده شي سؤال؟ في حدا غيرك عنده سؤال؟ أنا مش حكفي لحتى تتمكنوا من هول منيح. أوكي؟ بليز نرجع بنعيد التوزيع التكراري، نرجع نعيدهم هودي ستيب باي ستيب لحتى تتأكدوا إنه فهمانينهم، لأنه مرتي الجاي رح أبدأ بالتوزيع التكراري النسبي. بليز بدي تكونوا فهمانين التوزيع التكراري منيح لحتى نبدأ بالتوزيع التكراري النسبي. أوكي؟ حوقف اليوم هون، ونهار الأربعاء بنبدأ بالتوزيع التكراري النسبي. يعطيك العافية دكتور. اوكي اللي عنده اسئله بليز برفع الايد، اللي عنده اسئله راح وقف التسجيل انا لحتى ما يكبر الفايل اكثر من هيك، وراح اخذ اسئلتكم. يلا تفضلي يا ضحى.